الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى في صحبة الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ عمرو خالد. أستاذ عمرو نورتنا وشرفت الطبعة الأولى. الله يخليك يا صاحبي. وشكرا جزيلا على الوفاء بالوعد، قلت لنا هتشرفنا في الاستوديو واديك بتنورنا دلوقتي. الله يخليك، انا بشكرك جدا، ده انا اللي شرف ليا ان انا اكون موجود في الطبعه الاولى، واحنا كان بينا وعد ان احنا كان اول الحلقات يعني، فالحمد لله جت احنا كان لسه كنا ضيفنا في اول الحلقات، انا بتشرفنا في وقت مناسب ايضا في كتير من الاحداث المحليه والاقليميه والدوليه ما يخص الدين وما يخص المجتمع يستحق الحوار الان. لكن بدايه استاذ عمرو خالد، من هو عمرو خالد؟ يعني الاسره، العائله، النشاه، لان الناس عندها اطلاع على مشروعك الاخلاقي والحضاري، لكن اطلاعها على الوضع الشخصي يمكن اقل شوي. انا والدي طبيب امراض بطنه وقلب، والدتي رب البيت، والدتي ست طيبه قوي، ده يعني افضل ما او اكتر حاجه تميزها، طيبه وحنونه جدا. انا زوجتي استاذ في كليه فنون تطبيقيه قسم زجاج وجامعة حلوان، وعندي طفلين، علي 6 سنين مدرسته اسمها سوبر سكول هنا في مصر، وعمر 1.5 سنة، واحنا يعني والإقامة بقى حضرتك دلوقتي قاعد في القاهرة ولا في لندن لا انا مقيم في القاهرة بشكل دائم. بحتاج طبعا احيانا عندي سفرات كتير، واحيان كتير بسافر لندن عشان خلاص سلمنا الدكتوراه، فاضل موعد المناقشه ان شاء الله، لكن والمؤسسه رايت ستارت مقرها بريطانيا، لكن كل التصوير وخلاص، والعيله مقيمه في مصر، ولادي في مدارس في مصر. وانا الدكتوراه فين يا استاذ عمرو؟ الدكتوراه في جامعه ويلز، عنوانها الاسلام والتعايش مع الاخر، دراسه على المسلمين في بريطانيا. على المسلمين في بريطانيا. نعم. طب نبدا من هذا الموضوع المثير، وضع المسلمين في اوروبا على ضوء ازمه الرسوم الدنماركيه. نعم. كيف ترى الداعية الاسلامي الكبير استاذ عمرو خالد المشهد الاسلامي في اوروبا؟ هو اول اهم كلمه ان عدد المسلمين في اوروبا الان من 25 ل 30 مليون. هذا الرقم له دلالات كبيره ومعاني كبيره. من 25 ل 30 مليون مسلم في اوروبا. تمام. المسلمين هم اللي بيخلفوا، اوروبا ما بتخلفش. مما يعني ان خلال 20 سنه هيكون مسلميه غالبيه ممكن تكون لها تاثير غير عادي في التحكم في القرار وفي صنع القرار. هناك اطراف اخرى يغضبها هذا الامر غضب شديد، وترى ان دي خطوره غير عاديه، وهؤلاء هم اعداء الاسلام، واحنا عارفين ان هؤلاء هم الاعداء. لكن الشعوب الغربيه مش عارفه حاجه اصلا عن المسلمين، وكان في لسه احصائيه بتقول ان 70% ما يعرفوش من هو نبي المسلمين، يعني ان محمد نبي المسلمين، دي معلومه غائبه عند ناس كتير من الغرب، وامثال هذه المعلومات. اسم النبي نفسه مش معروف، اسم النبي ومين هو يعني، حتى لو عرف ان نبي المسلمين اسمه محمد، هو مش رابط اي علاقه وايه دوره ومين دون وايه تاريخه وكان موجود امتى، ويعني مفيش المعلومات صفر. أعداء الإسلام عندهم مستهدف طرد العشرين أو الثلاثين مليون من أوروبا، أو استفزازهم من أجل طردهم. دول لو بقوا في أوروبا هتكون الموضوع خطير، هؤلاء يجب أن يخرجوا. على كده يا أستاذ عمرو بتقول كلام خطير جدا، إنه في عملية استفزاز مقصودة ومتعمدة. نعم. لإخراج المسلمين من ديارهم الحالية اللي هي أوروبا. نعم. والأعداء دول لقوا أن عندهم فكرة اكتشفوها مع بداية الرسوم الموسيقى، كانت عجيبة شوية، إن نفس الزرار اللي بتضغط عليه عند المقدس عند المسلمين اللي هو القرآن والنبي، هو نفس الزرار عند الغرب المقدس عندهم اللي هو حرية التعبير. يعني الشيء المقدس عند الغرب حرية التعبير، عندهم زي القرآن يعني، طبعا مش بنقول إن، لكن هم شايفين ده المقدس عندهم، فهو بيضرب المقدس بتاع المسلمين بالمقدس بتاع الغرب في ضربة واحدة. فاصبح احترام الاسلام ضد حريه التعبير. بالظبط. ولما لقى الحكايه دي ان الموضوع ده بيوجع الاثنين، بدا يستخدمه، وهو اصلا في الاخر عايز يستفيد على حساب الاثنين، هو عايز مصلحته الشخصيه على حساب، طبعا الشعوب الاوروبيه مش فاهمه حاجه. فهو علشان يطرد المسلمين من اوروبا لابد ان يكون في مسوغ للشعوب الاوروبيه ويدي شرعيه انك تعمل فيهم زي البوسنه. ما هي اصل البوسنه دي في اوروبا، عشان بس ما حدش يقولك اللي انت بتقوله ده كلام غريب، البوسنة من مش بعيدة. فاذا الحل ايه؟ الحل استمرار الاستفزاز وعمل اشياء مستمرة تؤدي بالمسلمين ان هم يستفزوا فيخطئوا، يعملوا تفجيرات، يعملوا اي ردود افعال غير طبيعية، فالشعوب الاوروبية تقول ايه ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ فيكون هناك مبررات لما بعد ذلك.
فدي عمليه تهيئه نفسيه للشعوب الاوروبيه لاخراج المسلمين. بالظبط. ده كلام خطير قوي يا استاذ عمرو. حضرتك اللي انا بقوله ده على فكره في الاخر تحليل، لان ايه المصلحه ان كل يوم والتاني تطلع اشكال مختلفه من الاساءه ومعروف ان دي بتعمل ايه؟ يعني طب ما في خسائر بتحصل وغير منطقيه. يعني هو الناس بيقول لك طب ما هي الدنمارك خسرت اقتصاديا، صح؟ طب ليه الموضوع مستمر؟ لان الموضوع ان هناك من يجد ان في استفاده اكبر، ان 30 مليون ده اهم، ان هم بيقولوش اهم من المقاطعه، فبيضغط بهذا الكلام. الحل ايه؟ الحل ان احنا لازم نكون صحيين جدا وايجابيين جدا. مطلوب ايه؟ مطلوب ان المسلمين في اوروبا 30 مليون يتغلغلوا ويعرفوا المجتمع الاوروبي والغربي قد ايه المسلمين محترمين وناجحين. دول كلمتين السر. انا محترم وناجح. لو ال 30 مليون نجحوا ان يتجنبوا الاستفزاز ويحولوا طاقه الغضب من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجل الاساءه للاسلام، لان هم يتحولوا لاجهزه اعلام متحركه، ان كل واحد فيهم يقول انا سفير الاسلام ويتحرك في وسط اوروبا مع جيرانهم في الشركات اللي بيشتغلوا فيها في مواقعهم في الانديه الرياضيه في كل مكان فيه الشعوب الاوروبيه يستطيع ان يتفاعلوا معاهم ويندمجوا معاهم ويوروهم اخلاق متميزه ويوروهم نجاح متميز، هتبوظ الخطه وهيستمر المسلمين في اوروبا. واحنا محتاجين 10 سنين اللي جايه دي يا استاذ احمد قوي للمسلمين في اوروبا ان هم يكونوا موجودين قوي 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 وبنجاح كبير. هل تعتقد استاذ عمرو انه النخبه المسلمه في اوروبا، يعني بلاش عموم المسلمين، النخبه او طليعه المسلمين في اوروبا تعيب. على وعي بمطلب حضرتك طبعا بجزئيه الاحترام والنجاح طبعا لا بجزئيه الخطه وطبعا وعلى وعي بجزئيه الاحترام والنجاح، بس هو برضو خلينا نكون منطقيين اكتر. كيف مين اللي راح اوروبا؟ غالبيه اللي راحوا اوروبا من المسلمين راحوا من العمال بعد الحرب العالميه الثانيه من اجل بناء اوروبا بعد ما تهدمت ومات كتير من رجالها في الحرب العالميه الثانيه. فراح ناس المستوى الثقافي ما ساعدهاش انها تحقق اندماج مع المجتمع، بالذات اللي جايين من باكستان، بالذات اللي جم من باكستان وبنجلاديش والبنغال والمناطق دي، فكان هناك مشكله. لكن ان العلماء والمثقفين الموجودين في اوروبا على وعي بهذه الخطه، وان احنا لازم نفوت الاستفزاز دوت، وان احنا لازم نعمل حاجه. علماء ومثقفي المسلمين في اوروبا، في اوروبا بالظبط كده، لازم نعمل حاجه ان اوروبا تشوفنا ناجحين ومحترمين. دي كل الكلام والخطب وكلام، مش كلامي انا بس، كله بيتكلم نفس اللغه. يا جماعه اصحوا من اجل شرفونا، احنا عايزين ينظر الينا، عايزين يحترم الاسلام من خلالكم. هي كلمه شرفونا ملخصه الحقيقه، ان احنا نحب ان المسلمين يبقوا مشرفين لدينهم ولاهاليهم او اخواتهم في المشرق الاسلامي. استاذ عمرو خالد، حضرتك لو هذا المشروع، مشروع التحضر والنجاح والكفاءه، تعثر، ترى ان النتيجه تصل الى الطرد؟ هو انا اشرت لحضرتك ان البوسنه مش بعيده ومش غريبه، وهو في سيناريوهات كتيره غير وتاريخيا حصل طرد سابق من الاندلس او اسبانيا. نعم. اذا وقعت الطرد الحضاري وارده، وهو اللي بيحصل كل يوم عمليه استنفار واستفزاز. فانا خايف، لا اخفي عليك ان الموضوع مش بسيط، واحنا هنا من العالم العربي شايفينه من زاويه، لكن لو كنت عايش هناك هتشوفه من زاويه تانية، ولو سمعت المسلمين ولو سمعت المحجبات في اوروبا هتشوفه من زاويه ثالثه، ولو سمعت اهل المساجد والشباب اللي بيصلوا في المساجد هتشوف زوايا اخرى تخليك قلق وبتقول لازم ننجح، لازم نتفوق في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. احنا بنقول عايزين، يعني احنا بنقول عايزين نهضه في بلادنا، وبنقول للمسلمين في اوروبا عايزين تتفوقوا، عايزين احسن دكاتره، عايزين احسن مهندسين، عايزين احسن صحفيين. الاعلام احنا صفر في الاعلام في الغرب، وجودنا صفر، صفر، احنا غير موجودين يعني. فاحنا محتاجين شغل جامد. وانا بفرح دلوقتي ان انا باجي كتير في البي بي سي وباجي كتير في الاذاعات الالمانيه والغربيه، عشان كل اللي انا عايز اوصله رساله واحده، احنا ناس محترمين وناجحين. فالمعادله صحيحه. يعني رساله الاستاذ عمرو خالد في حث المسلمين او طليعه المسلمين على اليقظه لمشروع محتمل ان يؤدي في النهايه الى طرد او تعثر الوجود الاسلامي هناك،
مش بس هنا في الطبعة الأولى، إنما في لقاء في مدريد قابل فيه الأستاذ عمرو خالد 5000 من المسلمين هناك قبل يوم واحد من مؤتمر حوار الحضارات. هنشوف مع بعض جانب مما قاله الأستاذ عمرو خالد للحضور من الشباب المسلمين. مؤتمر اسمه تحالف الحضارات تستضيفه وتقيم أسبانيا، وأنا عندي كلمة في هذا المؤتمر، فوجدت إن أنا لازم أخذ رأيكم قبل ما أروح هذا المؤتمر بأشياء أود إن أنا أطرحها هناك وما أودش إن أنا أطرحها قبل ما أخذ رأيكم فيها، ودي هتبقى الجانب الأخير في لقاء اليوم. أما الجزء الثاني فعنوان المحاضرة فهو عنوان بيقول، هنقوله بس كده وبعدين نعيش معاه براحتنا، بيقول نعم للاندماج الإيجابي في المجتمع الإسباني مع الاعتزاز والافتخار بالإسلام. أنا برجوكم يا جماعة افتكروا العنوان تاني، أنت مسؤول عن الإسلام، أنت بتمثل الإسلام، أنت لازم تورينا، أنت جهاز إعلام متحرك، أنت السفيرة بتاعتنا، أنت هتتسأل يوم القيامة. يا جماعة عايز تحسن الصورة، نعم للاندماج الإيجابي مع الاعتزاز والافتخار بالإسلام. اندمج ازاي؟ انجح واعطي. اتنين، بص الاختلاف على انه ثراء. تلاتة، كن واسع الصدر. اربعة، ابحث دايما عن المنطقة المشتركة. خمسة، تذكر الانسانية اللي القرآن وصاك بيها. انا خلصت، فاضل حاجة سريعة جدا. انا بكرة في مؤتمر اسمه مؤتمر تحالف الحضارات. ثواني لسه. هذا المؤتمر هيجتمع فيه ممثلي لحضارات العالم، 500 شخصية عالمية دعتهم الحكومة الأسبانية والأمم المتحدة والحكومة التركية عشان يقولوا. الأستاذ عمرو خالد متحدثا في مدريد ومكملا في القاهرة. أستاذ عمرو، هذا الاحتكاك العمدي الذي يريده البعض بين الإسلام وبين المسيحية والدين الأخرى أو بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارات الأخرى، ربما له الآن بعض بوادر تغذى أيضا داخل المجتمع اللي ذو الأغلبية المسلمة زي مصر، من بوادر فتنة طائفية حتك حذرت منها سابقا. كيف ترى الوضع عند هذا المشهد الضيق، الوضع الإسلامي المسيحي في مصر؟ أستاذ أحمد، أنا عشت في لبنان سنة قبل مقتل الحريري، يعني أنا انتقلت من لبنان إلى بريطانيا، أنا مشيت من مصر على لبنان. سبب ذهابي لبريطانيا، حضرتك سافرت من مصر إمتى؟ سنة 2002، 30 أكتوبر 2002. أكتوبر 2002، نعم. وبعد كده لبنان، لبنان سنتين. سنتين، وبعدين حصل موت الحريري فصار الوجود في لبنان مش آمن، فسافرت بعيلتي تاني للمرة التالتة على لندن على بريطانيا إلى أن يعني الحمد لله تحسنت الأمور، أو يعني بقت كان وقتها عالي لما حضرتك لسه كان عمر علي بس كان علي بس تمام. فعشت في لبنان سنتين، فأنا أستاذ أحمد شفت في لبنان الطبخة اللي كانت اتطبخت قبل ما تحصل الفتنة الحالية وتبدأ بمقتل الحريري. الحريري ما كانش حادث بداية، لأن قبليها بسنة كان بدأ في كلام إن لبنان لن تستقر. ليه؟ لأن كان بدأت تحصل حوادث هنا وهناك، ده مطوى، ده عيلة مسيحية مارونية وعيلة شيعية اتخانقوا، ده سنة وشيعة اتخانقوا. شفت ازاي كانت بيحصل الطبخة، والجرايد كانت بتكتب ايه. المشهد عشته، لان انا شاهد على صناعة المأساة كيف تصنع بالضبط، ولاني كنت بسمع ان في حاجة هتحصل، فكنت كل ما يحصل خبر ده التمهيد شغال، ده في طبخة بتحصل. عشت في لبنان سنتين ودرست موضوع دارفور دراسة عميقة، وقعدت وسألت الأطراف كلهم، فاكتشفت أن صناعة الفتنة اللي حصلت في لبنان تشبه كتير صناعة الفتنة في دارفور، بأيدي خفية عايزة تحطم بلادنا. أنا أستاذ أحمد شفت في 2007 الدنيا في مصر، في أنا يعني لما حضرتك حتى تقرأ في الأهرام بريد القراء، وكم في المية لو حد عمل لك إحصائية ذكر الموضوع ده، والأخبار اللي بنسمعها هنا وهناك، أنا خفت. وأنا في الآخر
انا يعني انا في الاخر بحب بلدي يعني، ومعلش وخايف على ابني يعني يعني انا واحد من هذا المجتمع وابني عايش في البلد دي، وانا مصري وابني عايش هنا واصحابي في كل مكان، وانا خايف. أنا خايف على الوطن وعلى نمط الحياه وعلى الاجيال اللي جايه. واحنا لازم يا جماعه نبقى واعيين. احنا في مصر عندنا مشاكل كتير، وكلنا بنقرا الجرايد وكل يوم في مشكله بلاش دي كمان، اصل دي القاسمه يعني دي يعني الفتنه الطائفيه. انت بالظبط قاسمه طبعا. اصل خلاص يعني مش هو عرب هامشي ومش مشكله تعدي وتفوت، قاسمه يعني. هو انت في كل ازماتنا دي انا لسه عندي امل وبطلع اقول عايزين نعمل نهضه وهننجح وهنعملها، وكل لقاء صحفي يودي الامل. لكن هل انا لو رحت العراق النهارده اقدر اقول الكلمه دي؟ يا عم لما تمام. الاول تتكلم في ايه؟ لما الشخص يعرف يخرج من بيته بالظبط ويرجع نبقى نتكلم في الباقي بالظبط. فاحنا امننا. وانا منطلق يا مسلمين من الكلمه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ربنا لما امتن على 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 قريش امتن عليها بنعمه الامن، انتوا في امان وغيركم مش في امان. فاحنا في مصر غيرنا مش في امان، لبنان مش بعيده، لبنان صعب الطياره، والعراق مش بعيده ودارفور تحتينا، واحنا في امان. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الامن، نعمه الامن. فخلينا محافظين على النعمه دي، بلاش نفقدها يا مصريين. يعني النداء اصبح واضحا، لان موضوع الامن زي استاذ عمرو خالد ما بيقول لو ما فيش امن يبقى خلاص كل بقى الجدول اللي بنتكلم فيه ده ملوش معنى. لا هنعرف نتكلم على مكافحه الادمان، ولا نعرف نتكلم على التطور وعلى الحضاره، لانه الامن شرط رئيسي لكل ما بعد الامن. والكلام مش موجه للمسلمين بس، الكلام موجه للطرفين. للطرفين تمام. يعني عشان تبقى الامور احنا نقصد الخطاب موجه للمصريين كنموذج مصري حتى لا تلبنن مصر او تصبح نموذجا لما يجري في العراق او في دارفور. مع الامل طبعا للاطراف العربيه والاسلاميه الاخرى ان هي كمان تنحو هذا المنحى. منه الى موضوع اجتماعي جوهري هو كمان، يعني يمكن من اكثر الموضوعات اهميه، هو موضوع انتشار وتفشي ظاهره الادمان. نعم. المخدرات اصبحت يعني في بعض الطرقات في دول عربيه عديده، دول اسلاميه عديده. وبرضه هذا الموضوع لو الشخص يعني مسطول مش مركز فاقد الوعي، برضه كمان كلام حضرتك واي كلام اخر ملوش معنى عنده. صحيح. لانه هو مبدئيا اصل العقل غائب في هذا الموضوع. صحيح. حتى استاذ عمرو خالد لديك الان حمله اخلاقيه رفيعه الحقيقه لازم نحيي حضرتك عليها ونقف الى جانب حضرتك فيها، أرجوك. وهي الحمله حمله حضرتك لمواجهه الادمان. نعم. ما هي ظروف نشاه الفكره واين وصلت الان؟ هي الحمله اسمها حمله حمايه، الحمله مدتها 5 اسابيع، ابتدت من 4 ايام. يعني احنا يعني بنشكرك ان احنا في بدايه الحمله. هي الحمله سبب ظروف نشاتها ان في العالم العربي 10 مليون مدمن. 10 مليون مدمن ده كلام الامم المتحده، وفي مصر 4 مليون مدمن. يعني كلمه مدمن اللي هو بيتعاطى عده مرات. كيماويات. لا مش عدد مرات، وصل للادمان الكيماويات. انا مش بتكلم على اللي خد حشيش مرتين ثلاثه، انا بتكلم على اللي ادمن ادمان الكيماويات اللي وصله ان هو مدمن. هذا الانسان مدمن بدايه من البنجو، وصلت مؤثراته الى الدم والدوره الدمويه داخل الجسم. في 4 مليون مدمن في مصر، يبقى كم متعاطي يا استاذ احمد؟ ودي الارقام الرسميه. احنا بنفرق بين مدمن ومتعاطي. طبعا المدمن بيتكلم عن 4 مليون طبعا، يبقى كم واحد بيشرب حشيش؟ يعني ده المدمن. ده صوره مفزعه. طب كم متعاطي؟ طب حضرتك معلش، الشاب اللي بيدمن وبيبقى عايز يجيب فلوس بيسرق. طب والبنت اللي بتدمن وعايزه تجيب فلوس بتعمل ايه؟ طريق الخطيئه. طيب البنت دي على فكره بتتحطم، دي بتنتهي. يعني دي اول حاجه بتطرد من بيتها. ثانيا بتخرج للشارع بكل ما تعنيه كلمه الشارع من انهيار وفساد وضياع. وهي في الاخر بتحول لانسانه غلبانه، بمعنى غلبانه، ضايعه، انسانه ضاعت خلاص. طب الارقام دي وصلت لفين؟ وما عادش الادمان في الولاد بس، ده داخل في البنات. وبعدين حضرتك دلوقتي الجرائم الكبرى وراها ادمان، جرائم الاغتصاب والقتل كتير منها وراها ادمان، واقرا الجرايد وشوف، بالذات جرايد الاغتصاب. طيب الجرائم الصغرى، سرقه العربيات اللي كلنا بتحصل معانا من اول الكاسيت لغايه المرايه لغايه البانر بتاع العربيه، دي كلها ايه؟ طب اهل المدمن دول لما نقول 4 مليون مدمن
وكم مليون متعاطي مش عارف. أهلهم عايشين أي حالة نفسية؟ الأمهات دول وإحنا داخلين على عيد الأم، الأمهات دول عايشين إزاي؟ على فكرة عيلة المدمن مريضة هي كمان، تمام، مريضة نفسية. الأب والأم يبقى شعورهم إيه في الحياة؟ طب المجتمع ده هينتج إيه اللي فيه 4 مليون مدمن؟ في إنتاجية؟ طب تكلفة، طب الدولة بتتكلف قد إيه تكلفة الإدمان؟ كم مليار؟ مش كم مليون، كم مليار. طب الموضوع بيقل ولا بيزيد؟ ما هو لو بيقل خلاص، لا ده بيزيد. ليه بيزيد؟ لأن في فراغ، ولأن في بطالة، ولأن في إحباط، في احتقان. لا وبيزيد عشان حاجة تانية، إن أفغانستان الزراعة هناك دلوقتي في ظل الوضع الحالي بلا رقابة، فالإنتاج بكميات كبيرة وبيوصل بأسعار رخيصة. كل أسعار الزيت بيغلى والرز بيغلى، صحيح والله، صحيح. والمخدرات بترخص. يعني فرقة فظيعة، صحيح. أنت متخيل حضرتك؟ طيب هل الدولة تستطيع تعمل إيه؟ ما إحنا برضو مسألة إن الدولة مسؤولة والشرطة مسؤولة، حرام إن إحنا نقول كده. الشرطة لا تستطيع إنها توقف شرطي على كل مدرسة. خلي بالك سن الإدمان انخفض من 18 سنة ل 11 سنة، ده رقم الأمم المتحدة. انخفض سنة الإدمان في العالم ل 11 سنة في مصر والعالم. ده يعني طفل، يعني إعدادي، يعني كنا بنقول الجامعة وبعدين بقينا بنقول مدارس ثانوي، دلوقتي بنقول مدارس إعدادي فيها إدمان أو فيها تعاطي، بلاش نقول فيها إدمان، تعاطي. اللي أنا بقوله لك ده مخيف يا أستاذ أحمد. طبعا مفزع لا شك، مفزع. وبعدين ده حرام. وفي الآخر الأربعة مليون دول مش مجرمين، دول مرضى، دول ولادنا. يعني أنا برضو أنا ببص لهم إن دول نتيجة فراغ، دول طلعوا كده ليه؟ نتيجة فراغ. مش ومش عايق. وحرام إن أنا أحمل كل الموضوع على الأسرة وأقول أصل الأسر مهملة، حرام إن أنا أقول كده. مفيش قضية قومية تجمع هؤلاء الشباب وتحسسهم بذاتهم، محدش بيكلمهم، محدش بيحتويهم. فبتكون النتيجة إن هو عايز يحس بذاته كبني آدم، بالذات في فترة المراهقة أصحاب السوق، عايز يقلد، عايز يحس إنه كبير، جواه فضى، فبيلجأ للمخدرات. وأنا يعني أنا عشت في وسطيهم. أنا عشان أعلن الحملة دي دخلت وعشت وقعدت في وسطيهم وأقمت معهم في مصحات اللي مش مع المدمنين، في مصحات علاج الإدمان، علاج الإدمان اللي بيتعافوا. فين يا فندم؟ عشان أكتر أستاذ عمرو التجربة بقى المباشرة. رحت في وادي النطرون لمركز الحرية، رحت في المعادي وزرت مستشفيات المعادي ودخلت وعشت وكلت معاهم ولعبت كرة معاهم واتكلمت معاهم وفضلت متواصل معاهم وصحبوا علي اخواتي، وما تعاملتش معاهم من مبدا الحرام. طبعا المخدرات حرام، حرام وطلق احسن. في بعض الناس يقول لك هي المخدرات اصلا حرام، يعني يبقى. لكن هو كان ممكن مخطئ يوم ما بدا، لكن هو النهارده مريض واستحق الشفقه واهله يستحقوا العطف والرحمه. ده تفسير عادل فعلا. هو مخطئ لما بدا، لكن دلوقتي مريض. كان مجرم يوم ما ابتدى، بس النهارده هو مش مجرم. علشان يطرد من البيت وعشان يؤذى زياده، ما هو هيتحول لمجرم بقى اكتر. ده غلبان، ده غلبان. في 4 مليون مدمن. فانا الحقيقه الحمله حضرتك ان احنا قلنا ان احنا نريد حاجتين. عايزين نسجخ ليبقى الأصحاء أصحاء، بلاش بقى العدد العمال بيزيد. خلي أولادنا يسمعوا في كل مكان، ابنك وابني وبنت حضرتك وابن حضرتك. خلينا نعمل حملة، وأنا مش عارف أعملها لوحدي إلا بمساعدة حضرتك، نزعق كلنا عشان الأصحاء. لا يا حبيبي، اوعى تخش الدائرة دي. والهدف الثاني إن احنا نبدأ نهز المدمنين. أرجوك ابدأ برنامج العلاج. دول الهدفين الكبار للحملة. احنا حضرتك قلنا ان احنا مش هنعمل الحكاية دي الا باشراك الحملة. احنا عندنا دلوقتي شعار الحملة على الشاشة عشان الناس تشوف. نعم. شعار الحملة اللي بيقودها الداعية الاسلامي الاستاذ عمرو خالد تجاه ضد المخدرات. لا يعني احنا حضرتك قلنا ان احنا نريد اشراك المجتمع. الحكومة لوحدها مش هتقدر. تيجوا يا ناس، يا ناس، الناس. احنا دماء المجتمع، احنا العجوق اللي موصله بين الاطراف، احنا الدم اللي واصل بين اطراف القضيه. اذا كان الاطراف فيها اعلام وفيها مدمن وفيها شرطه، طب ايه الدم اللي موصل بين الاطراف؟ احنا تيجوا نوصل الاطراف في بعضها. فقلنا عايزين نعمل ثلاث حاجات. عايزين ناخد الاستيكر ده اللي عليه شعار الحمله ونعمل منه مليون استيكر. اوقف المخدرات تغير حياتك، وفيها جانب امل. خلي بالك كل حملات الدعايه بتاعه المخدرات قبل كده فيها الكآبة والموت. انا مؤمن بالامل. فقلنا حاطين التفاحه الخضراء وقلنا غير حياتك، وقلنا عايزين مليون استيكر. فين؟ في اماكن تجمعات الشباب، بحيث يحطها بقى اولياء الامور. ومحدش، دي مش حملتي يا استاذ احمد، دي حملتنا، دي حمله الام. انا خايف على علي ابني، وحضرتك خايف على ابنك. ساعديني
تعال نتحول من الناس سلبيين الساكت عن الحق شيطان اخرس. حضرتك بتقول 4 مليون والثاني نزل ل 11 سنه، بنتكلم على حاله وبائيه، على عايزه هذه الوقفه اللي حضرتك بتقولها بالظبط. وحرام نقول ان الشرطه بتبذل كل مجهودها ومش قادره، وبتشوف كل يوم افلام ازاي الشرطه راحت عملت مزرعه لكن التهريب رهيب. واي اعظم جهاز شرطه في العالم ما يقدرش اكتر من 30% من اللي بيدخل. فلازم توقف الطلب. توقف الطلب ازاي؟ ان المجتمع يتحرك ويبقى ايجابي. فقلنا عايزين نعمل في الحمله دي 3 حاجات. اول حاجه 1,000,000 ستيكر في الاسبوع الاولاني اللي احنا فيه. ناخده منين؟ ناخده من موجود على عمرو خالد دوت نت. تنزل محطوط الاستيكر دون يطبع www.amrkhalid.net لو استاذ اكرم ينزله لنا يبقى كتر خيره. وناخد الاستيكر دون اعمل له داونلود، وانت اعمل منه، انا ماليش دعوه، دي حملتنا كلنا لانقاذ بلادنا، ومش في مصر بس، دي في السعوديه وفي الجزائر وفي المغرب. فده الحاجه الاولانيه 1,000,000 ستيكر. 2 عايزين نعمل 5,000 نشاط مدرسي وجامعي وفي النوادي ومراكز الشباب. حضرتك بتتكلم داخل مصر ولا في العالم العربي؟ أنا من العربي. 5,000 نشاط زي إيه؟ 5,000 نشاط، خطبة الجمعة نشاط، ماراثون جري نشاط، ماتش كورة بين لعيبة الأهلي اللي وافقوا إن هم الكابتن هادي خشبة ولعيبة الأهلي القدامى ولعيبة الزمالك كابتن طارق يحيى، ونعمل ماتش ونحط ليل المخدرات، والولاد يجوا يتفرجوا فيلاقوا ليل المخدرات في كل مكان. وطول ما إحنا ماشيين الاستيكر ده محطوط، فالمدمن إحنا مش شايفينه لكن هو شايفنا. والشاب اللي بيفكر واصحابه بيضحكوا عليه ويقولوا له تعالى جرب معانا في السهره دي ولا في الحفله دي، دي حته حشيش يا عم ما بتجيبش ادمان. كل ما هو ماشي يلاقي الاستيكر قدامه، ويلاقي لعيبه كوره بتلعب قدامه، ويلاقي حفله غنائيه قدامه، كل دي ايفنتات، ويلاقي خطبه الجمعه بتكلمه. عايزين 5,000 نشاط. كلمه في الاذاعه المدرسيه تقولها بنت من بناتنا، مجله حيطه تحطها ام في مدخل العماره اللي مليانه اولاد عارفين ان في الشقه الفلانيه في واحد بيضرب مخدرات. عايزين في كل مكان. انا بقيت استخدم الكلمات تمام لا عشان يوصل لهم، لا عشان يوصل للجمهور طبعا وللناس طبعا. مغني من المغنيين يعمل اغنيه، ام تبعت جواب لصحفي كبير ارجوك اكتب عن عن الموضوع. نحرك في الدنيا كلها. يبقى 1,000,000 ستيكر و5,000 ايفنت. الهدف الثالث اللي عايزين نحققه 5,000 مدمن يبداوا برنامج العلاج. وحطينا رقم الكول سنتر، ازاي تتصل بينا، ده رقم حملة حماية، اتصل بينا على الرقم ده. واتفقنا مع 22 مصحة في مصر من خلال الأمم المتحدة. اما تطلع الرقم يعني لو عندهم حالة مثلا، الرقم ده حملة حماية يقول لك انا عندي حالة نوصله بمين؟ احنا نقول الرقم طبعا لانه لو سمحت لي اتفضل حضرتك. احنا الرقم 016-880-801 تاني 016-880-801. ده الرقم ده لو 1 و2 و3 و4 لغايه 9 بقى وفي اخر الارقام يعني يا 1 يا 2 8001 اللي في الاخر او 2 او 3 و4 لغايه 9. تاني بقى 016-880-8001-8002-8003. يعني واتفقنا مع المصحات احنا حمله حمايه هنجيب لكم 5,000 مدمن. احنا عايزين عدد سراير، وعايزين خصم 50% يصل ل 50%، وعايزين جزء من شبابنا على الاقل 15% من ال 5,000 مجانا، لان دي مش حمله للاغنياء فقط، دي حمله للاغنياء والغير القادرين. ووافقت المراكز. وعشان ما ادخلش انا في الموضوع ده عشان ما يبقاش موضوع مالي، الامم المتحده دخلت شريك معانا في الحمله تمام، وبقت هي الشاهد على اتفاقات المراكز الادمان اللي هتعالج الولاد دول. لو حد استاذ عمرو اتصل على هذا الرقم هيلاقي مكتب حضرتك والامم المتحده والناس هيساعدوهم ازاي؟ هيلاقي حمله حمايه مجهزه ناس متخصصين باتفاق مع المصحات والامم المتحده، قاعد ناس متخصصين يردوا على الاتصالات. يقول له انا عندي، انا مدمن، يعني امبارح جالنا تليفون انا من السويس انا مدمن. تمام. انا عايز ابدا برنامج العلاج. تمام. بس عايز انبه ان www.amrkhalid.com .net نعم. .net موجود على الشاشه دلوقتي اللي عايز يخش عشان يشوف الاستيكر ويطبعه او كده، وهيلاقي طبعا معلومات خاصه بالحمله هيلاقيها على الموقع على الشاشه دلوقتي www.amrkhalid.net. والناس اللي عايزه تعمل نشاط، عايز يعمل حاجه في المدرسه بتاعته، هيلاقي بقى على الموقع بروشور، وهيلاقي سي دي عليه كلام لشباب مدمن بيقولوا ازاي. حتى جربت قابلتهم يا استاذ عمرو؟ قعدت يومين. يومين يومين عملت ايه بقى معاهم وكان نفسيتهم ازاي؟ هو انا بيني وبينك انا اول ما رحت انا مش عارف، يعني انا يعني دي تجربه جديده عليا. طب قبل بقى ما نقول التجربه احنا هنشوف مشاهد من زياره الاستاذ عمرو خالد للي احنا بنتكلم عليهم وكيف تجاوبهم.
ابدأ معانا حملة حماية للتبطيل، عايزين 5000 راجل يقول أنا عايز أبطل، جرب معانا وابدأ معانا ولو ما نفعش امشي، بس في غيرك أهو نماذج، أنا جايب لك صورة تشوفها دماغك. احنا بنبعت رسالة دلوقتي منكو ومني، بنبعتها للأهالي والآلاف المدمنين، بالله عليكم بالله عليكم الحقوا الفرصة دي، عايزين 5000 مدمن يبدأ معانا بدء برنامج العلاج، واحنا موفرين مراكز ومتفقين مع مراكز، منها المكان الجميل اللي احنا فيه دون كنموذج لناس بتبطل وناس بطلت بقالها سنين. الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ عمرو خالد في ضيافة الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى. المكان الجميل ده فين يا أستاذ عمرو؟ المكان ده في وادي النطرون. وادي النطرون. وادي النطرون. وفي زيه على فكرة أماكن جميلة، مش هو المكان الوحيد، وإن كان هو بلا شك مكان متميز، لكن في زيه في المعادي أماكن جميلة وأماكن متميزة. كيف كانت التجربة زيارة حضرتك؟ شفنا طبعا مشاهد الحقيقة فيها كتير من الإيجابية والانتعاش، يعني اللي هو التفاحة الخضراء واضحة قوي غير التفاحة الخضراء كبيرة، الناس مبسوطين كده والجو منعش وجميل. يعني كيف كانت التجربة حضرتك؟ هو أنا أول ما دخلت أنا مش عارف هستقبل إزاي يعني جمهور مدمنين فأنا استغربت لما استقبلت بالأحضان، يعني حضنوني، وبعدين في ناس في ودني قال لي أنا شفت خطى الحبيب، وناس منهم قال لي أنا عندي أمل هتساعدني، في ناس بتكلمني لغاية امبارح وبيتصلوا بي، وأمهاتهم اتصلوا بي، أمهات الشباب اللي انت شفتهم معي، وطلعوا بإرادتهم. أنا ما كنتش عارف هم هيرضوا يصوروا، قال لي أنا عايز أبعت رسالة للشباب، أنا عايز أقول عايزهم يشوفونا عشان نقول لهم بطلوا. فأقصد إن ولعبت معهم كورة، ويعني احنا عندنا مشاهد للكورة، ولما بدأوا يتعافوا انا لعبت كورة بهدف. الحقيقة الولاد بتجري، خلي بالك ده له علاقة، يعني هو مش مسألة لعبنا كورة. الولاد ردوا وصحتهم ردت وبيجري وبيروح الملعب رايح جاي، دول مش ناس، لان اللي منهم بقى له 4 أشهر مبطل، واللي بقى لهم بقى له 4 سنين مبطل، واللي رغم ان اغلبهم 9 سنين، مش اقل من 9 سنين مخدرات، 9 و18 سنة بقى و10 سنين و17 سنة، ارقام واحد يعني. فاقصد ان في امل طبعا، في احنا أمل. يعني جانب من المباراه اللي حصلت برضه الامل الجميل، نشوف مشاهد ونرجع في صحبه الداعيه الكبير الاستاذ عمرو خالد. انا اسمي محمد، انا قعدت اخد مخدرات لمده حوالي 18 سنه، وانا الحمد لله دلوقتي متعافي بقالي 3 سنين و4 شهور وحوالي 21 يوم. اسمي احمد، قعدت باخد مخدرات حوالي 9 سنين، والحمد لله مبطل النهارده بقالي 3 شهور و23 يوم. اسمي محمد، قعدت اخد مخدرات حوالي 4 سنين، دلوقتي انا مدمن متعافي بقالي 51 يوم. وانا اسمي اشرف، ومدمن مخدرات بقالي 10 سنين، والحمد لله مبطل بقالي 2 شهر و3 أيام. وانا اسمي محمد، وباخد مخدرات بقالي 13 سنة والحمد لله بقالي متعافي بقالي 1 شهر و25 يوم. وانا اسمي هاني، بضرب بقالي 14 سنة مخدرات، ومبطل الحمد لله مدمن متعافي 4 شهور و5 أيام. الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ عمرو خالد في ضيافة الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى. أستاذ عمرو، نشرت مجلة فوربس العربية مؤخرا ونقلت عنها معظم الصحف المصرية بدرجات متفاوتة من القراءة لما نشر حول ثروة الدعاء أو ثروات الدعاء، واتكلموا على ثروة حضرتك وثروة آخرين، أستاذ طارق سويدان أو أستاذ عمر عبد الكافي وآخرين. كيف استقبلت وأنت تقرأ الصحف ما نشر في هذا السياق، وما تعليقك على ما نشر؟
هو انا هو الكلام اللي نشر ان الدخل السنوي تحديدا 2.5 مليون دولار فده الدخل السنوي لاستاذ عمرو خالد. ايوه بالظبط عمرو خالد 2.5 مليون وبالتالي هو رقم واحد في الدعاء تبقى وقالوا ان ده رقم واحد في الدعاء. يعني هو اول حاجه انا بقولها هذا رقم غير صحيح وغلط وهذا اختلاق وكذب. بس في مبدا في مبدا ان الغنى مش عيب. يعني انا بقول تمام يعني يعني عايزين نفرق بين من المبدا وبين الحقيقه. فالمبدا اصل بعض الكتاب او مكاتبين وهذا هذه الاموال التي تتنافى مع وقار الدين ليه؟ كانه مطلوب ان الدين او اي بقى مش بس دعاء اي حد متخليك ايه خليكوا فقراء مش غلابه هو دون المسلمين عايزينهم يبانوا بالصوره دي. لا يا عم ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي ووجدك عائلا فاغنى. يعني يعني من منن ربنا عليك ان هو اغناك. والعشره المبشرين بالجنه سته منهم من الاغنياء عثمان بن عفان من اغنى الاغنياء وابو بكر وطلحه. فانا عايز اقول لك ان المبدا الغنى مش عيب ولا ينبغي للمسلمين ان يبقى جوه حسهم ان المتدين الكويس ما يبقاش غني يبقى فقير. ده كلام تلازم الاسلام مع الفقر. ده كلام يعني خطير. ده كلام خطير. ربنا مش هو ده الاسلام. بالعكس امال النهضه وراها ايه وراها الى اخره. فالمبدا انا لا اخجل من المبدا ده. المبدا مطلوب ان الغنى ليس عيبا في حق المسلم بالظبط كده. لكن الواقع والحقيقه ده كذب. ده مش صحيح. كذب شديد يعني. وانا ما ردتش على طول ليه؟ لان لقيت كل اللي عايز انا اسف الكلمه ينهش او ما صدق وبدا يتكلم بشكل غير لائق. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك ان الرقم اللي مكتوب كيف هو كذب وافتراء ده رقم الاعلانات اللي بتيجي على البرنامج بتاع عمرو خالد. ايوه خطى الحبيب عمل اكتر من 2.5 عمل 3 مليون دولار. بس ده رقم الفضائيات اللي بتاخده الفضائيات رقم الاعلانات. الاعلانات دي ملك الفضائيات وشركات الانتاج. فما حسبوا الاعلانات ان ده دخل حضرتك. يعني انا زي حضرتك معروف ان في مجموعه من الناس اللي بتقدم رسائل هادفه في الفضائيات في نتيجه في اعلانات بتخش هم لهم دخل معين بياخدوه. الرينج ده ومعروف مش ممكن يكون 2.5 مليون دولار. ومعروف ان انا بقالي 10 سنين على الفضائيات. تمام. وانا قايل من اول يوم ان انا يا جماعه مصدر رزقي هو ان انا الفضائيات بقدم عمل بياخدوا هذا العمل وانا باخد منه. ده عمل مقبول ومشروع وحلال ايه مطلوب على الاطلاق. لكن الرقم كذب والرقم مش صحيح. بتجيب مين بقى مجله فوربس الكلام ده؟ ما هو حضرتك هل حد كلم حضرتك منه محرف الكلام ولا مفيش اي اتصال حصل بحضرتك؟ هو قام واخد رقم الاعلانات من الفضائيات. ودي لكن ما حصلش مندوب المجله او صحفي فوربس لا اتصل بيا بس ما سالنيش الموضوع ده. ايه رسالتك؟ اخبار صناع الحياه النهضه وقام حاطط دي من عنده اختلقها من عنده فخدتها بعض المجلات وقامت منزله ان الدخل السنوي 2.5 ده مش صحيح ده كذب وغير حقيقي وتشويه. لانه لو قاصد ان هو ياخد رقم الاعلانات ويحطها ده بيقول كلام غير منطقي وغير صحيح. فدي دي اللقطه الاساسيه وبمنتهى الوضوح. انا بس عايز اضيف حته ثانيه بعد اذنك يا استاذ احمد. التناول اللي تم التناول الصحفي والاعلامي هناك من يريدون من ساعه ما سبت مصر من سنه 2002 الى اليوم محاولات مستمرة للتشويش والتشويه على ما أقوم به. يعني أنا مستغرب إن في الوقت اللي أنا بعمل فيه حملة حماية لإنقاذ ولادنا يكون في نفس التوقيت هؤلاء بيقولوا هذا الكلام. هناك يعني معرفش هل الأيدي الخفية لتجارة المخدرات ولا لكن أكيد مش كده. لكن هناك جهة خفية أنا لا أعلمها من سنة 2002 لغاية النهاردة نفس السيناريو ونفس الطريقة. وانا ماشي في رسالتي. عشان كده الناس بتقولي طب انت ما تردش ليه؟ يا جماعه انا لو اتفرغت ان انا ارد على كل طوبه بتترمي مش همشي في السباق اللي انا ماشي فيه. انزل بقى ارد هبقى مش صاحب رساله. دي كمان نصيحه للناس كلها يعني ما تسلكه نصيحه للاخرين. ولذلك انتظرت لما بقى في موضوع جايين نتكلم فيه ففتحنا النقطه دي. لكن تخيل حضرتك بقى كل يوم انا طالع في الجرايد وبرد لا هذا الكلام مش صحيح والناس بتكلمني تقولي طب انت ما ردتش ليه؟ يا جماعه طب انتوا ما تردوش عني ليه؟ سيدنا موسى بيقول لربنا اجعل اخي هارون ردءا يصدقني. يعني يصد عني انا متفرغ للرساله حد يصد عني. وانا بقول للناس انا يعمل الرساله يرمي طوب
انا لا اخلاقي ولا طبيعتي ان انا المثوب. انا همشي في الرساله بتاعتي، همشي في الحمله اللي احنا ماشيين فيها، فحد يوض الطوب. احنا من جانبنا طبعا بنرد كتير من الطوب الله يعني كل الطوب. ان الاستاذ عمرو خالد نفى تماما وبشكل قاطع الان وليس هناك اي لبس في هذا الموضوع، ان مندوب مجله فوربس كلمه في حاجات تانية عن مشروعه الديني ومشروعه الدعوي، وان هو فوجئ بهذا الرقم، ده رقم الاعلانات وليس رقم داخل استاذ عمرو خالد، مع تاكيد على انه لا منطق لان يتلازم الفقر مع الايمان، وان المسلم ممكن ان يكون غنيا زي ما قال استاذ عمرو خالد ان 6 من 10 المبشرين بالجنه كانوا من الاثرياء. في حاجه ثانيه يا استاذ احمد معلش، عمرو خالد لا ياخذ اموال الا في البرنامج الفضائي بتاعه. عمرو خالد ده يمكن يروح ندوه جماهيريه وياخد فلوس، تتقاضاش في الندوات؟ لا يمكن. عمرو خالد لا يمكن يروح يزور ناس في بيتهم. انت فيش اعياد بقى كتير كده يا استاذ احمد؟ مستحيل. مستحيل. بتحضر ندوه او مؤتمر؟ استاذ احمد انا بدخل مئات البيوت وبدخل مئات الاماكن وبحضر لقاءات مئات اللقاءات، حتى اللقاءات الفضائيه بعيدا عن برنامجي واحنا قاعدين قدام بعض عمرو خالد يعني انا بحضر في 100 حته. تمام. انا فالحقيقه ده اللي احزنني، ان كمان في كذب مش حقيقي. هو طبعا الكذب موجع زي ما قال الاستاذ عمرو خالد، احنا طبعا كلنا دعم لحضرتك وبنرى معلش انه ده بيحصل بين الفتره والاخرى مع ونستحمل ونكمل. تمام. دلوقتي احنا عندنا على الشاشه رقم التليفون اللي احنا لو اي حد عنده تجربه يعني او عنده حد عايز يتصل بحمايه او هو نفسه او هو نفسه او اهله يتصل عمرو بقى يوجه بقى للناس ان احنا على دلوقتي على الشاشه عندنا طبعا ادي شعار الحمله ورقم التليفون موجود للي عايز يتصل او حد في الاسره. استاذ عمرو خالد تحب تقول ايه للناس في هذا الاطار؟ يعني انا برجو بس كل الناس اللي بتسمعنا ارجوكوا شاركوا معانا، بالله عليكوا ادخلوا معانا في حمله حمايه. تدخلوا معانا ايه؟ ادخلوا على عمرو خالد دوت نت، هتلاقوا الاستيكر اللي احنا عرضناه على الشاشه اللي هو اللوجو بتاع الحمله. عايزين المدمن في المدارس الثانوي، في الجامعات، في كل مكان يشوف الاستيكر ده. بالمناسبه الاستيكر حتى الان اتحط منه 800,000، احنا حاطين عداد على الموقع كم واحد عمل داونلود وكم واحد لزق الاستيكر. 800,000 في اول 5 ايام للموقع. احنا مستقطرين مليون، ده خلصت مليون تقريبا. قربنا جدا. فالخطوه الان عايزين نعمل انشطه. عايزين نعمل انشطه من اول ان نبص نلاقي توك توك محطوط عليه الشعار بتاع الحمله لغايه كلمه في المدرسه، ندوه مدرسيه يا نظار ويا طلبه روحوا للناظر وقولوا له. عايزين نعمل انشطه نلاقي ام بعت لصحفي اكتب لنا كذا، او عايزين انشطه. عايزين خطبه الجمعه حد يروح يكلم خطيب الجمعه. عايزين انشطه حد يعمل ماتش كوره ويحط اليوفط. والانشطه الصغيره اهم من الانشطه الكبيره، عشان ما حدش يقول اصل انا لازم اعمل حاجه على مستوى النادي الاهلي والنادي الزمالك. نشاط صغير في جامعه، في مدرسه، سنه اولى مع سنه رابعه في المدرسه بيلعبوا مع بعض وخلاص. كل حاجه. تمام. كل نشاط من انواع الانشطه، وهتلاقوا على عمرو خالد دوت نت مواد ممكن تاخدوها وتستخدموها. احنا خلاص بقى فات اسبوع من الحمله، فمحتاجين نتحرك. عايزين المدمنين يتهزوا، وعايزين اللي بيفكر في الادمان يتهز، والمتعاطين يقول لك لا انا مش هدخل الدايره دي. فبالله عليكم يا ناس كلنا خلينا ايجابيين، ودي مسؤوليتنا جميعا. ومحدش ينتظر ان هو يتواصل معايا شخصيا علشان اساعد. كل واحد يبدع ويبتكر. وعايز اقول في الاخر برضو ايه قرانيه جميله قوي بتقول ومن احياها اللي يحيي نفس بشريه فكانما احيا الناس جميعا. اللي يحيي بني ادم كان بيموت ثوابه عند ربنا كانه احيا البشريه كلها. وإذا كان النبي بيقول لنا أن امرأة بغي كانت تمارس الرذيلة دخلت الجنة أنها سقط كلب كان بيموت فشكر الله لها فغفر لها، فما بالكه باللي أنقذ إنسان رب فكيف يغفر له ويشكر له ويرضى عنه. يعني تأتي يوم القيامة فيشهد لك جهدك اللي أنت عملته، وتيجي يوم القيامة حسناتك وسيئاتك يعني على الحركرك. فيجي مدمن أو شاب كان حيدمن ويقول أنت أنقذتني. فأرجوكم شاركوا معنا في الحملة، واللي يريد التواصل معنا برضو اهلا وسهلا. مش بقول ما تتواصلوش، ادخل على عمرو خالد دوت نت او ادخل على التليفون. وانا بشكر قوي 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 الاستاذ احمد مسلماني ان هو اتاح لي الفرصه دي، وهو يعني هو بيقول لي انا متبني الحمله. فانا بشكره جدا. يسعدنا ان احنا دايما هنقف مع هذه الحمله ومع المشروع الاخلاقي الكبير الاستاذ عمرو خالد. واحنا هننبه احنا كمان برضو ايميل البرنامج موجود،
للي هيجد اي صعوبه في التواصل مع الحمله احنا كمان مستعدين نكون مرشدين امناء لهذا الموضوع. انت كده حضرتك فتحت لي باب كبير من خلال الطبعه الاولى اكون شاكر ليك جدا. تمام حضرتك استاذ عمرو خالد، جدول اعمال حضرتك في المرحله القادمه الناس عايزين يطمنوا حضرتك الفتره الجايه في مصر مسافر، مشاريعك دلوقتي ايه بالظبط بالنسبه لجمهورك؟ والله حضرتك انا الفتره الجايه كلها في مصر، بنجهز لبرنامج بعد الجنه في بيوتنا. هي الحمله دي على فكره جوه برنامج الجنه في بيوتنا، فهتخلص الحمله دي طبعا الشهر ده. الواحد كل يوم مش شايف غير الحمله يعني. بنعد البرنامج في رمضان عن قصص القران وبنجهز في نفس الوقت ان انا بس هسافر خلال الفتره دي، هي كل الفتره في مصر هسافر بس بريطانيا علشان مناقشه الدكتوراه. امتى بقى؟ والله المشرف لسه بقى بيقول بس لي نبعت بوكي ورد ان شاء الله باذن الله، واكيد هبلغ حضرتك قبلها يعني، لسه بيتحدد الموعد يعني. تمام. فان شاء الله ربنا يفتح علينا. شرفتنا ونورتنا وشرفت جمهور الطبعه الاولى، واحنا بنؤكد ان اللي قاله النهارده الاستاذ عمرو خالد يعني بالغ الاهميه، اما من قضيه ان الامن اساسيه لاي مجتمع، او ان الفتنه الطائفيه كارثه وخط احمر، أو إن هناك من يرغبون في أن يزيحوا الإسلام والمسلمين من أوروبا ما يتطلب اليقظة، أو الحملة الأخلاقية الرفيعة لمكافحة الإدمان. شرفتنا ونورتنا وألف شكر. شكرا يا أستاذ أحمد. والسبت طبعة جديدة، إلى اللقاء.